السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي شفنا وتابعنا الأحداث الأخيرة اللي حصلت والمهزلة والفجر اللي حاصل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. شفنا العناد اللي حاصل واللي بيحصل تجاه الكرة المصرية والنادي الأهلي بالأخص، وإزاي عايزين يفشلوا النادي الأهلي بكل طريقة، يعني بكل صورة، إن كان من الاتحاد الأفريقي وإن كان من الاتحاد المصري. يعني الاتحاد المصري نفسه أنا ما أعرفش، يعني ده واحد أنت جاي الاتحاد المصري جاي يقف جنب النادي وجنب فرقه وفرق الدولة، ولا جاي تفشل فيه؟ لما بنعترض والنادي الأهلي بيعترض والخطيب والإدارة بتعترض إن إزاي المباراة النهائية تتلعب في المغرب، يطلع الاتحاد الافريقي لكرة القدم تمام ويتكلم ويقول لا، احنا بعتنا وانظرنا اختارات لجميع الاتحادات الافريقية، ولما يبعتوا يوم 19 واحد وليد عطار اللي معرفش صفته ايه في انا معرفش صفته ايه داخل اتحاد كرة القدم، انت واحد زملكاوي مسيس جمال يا علام، انت معرفش انا مع يعني بصراحه جمال علام بيديرها ازاي، يعني كلها منظومه فاشله عامه وفاسده، لان الفساد خلاص انتشر. يعني بالحاجه اللي حصل بالنسبه للمنتخب اللي حصل قبل كده في المنتخب، واللي بيحصل كمان مع النادي الاهلي اللي احنا شفناها مع النادي الاهلي دلوقتي، دي اسمها مهزله. لما يبقى رئيس اتحاد كره القدم عارف ان في جواب اتبعت له من يوم 19 واحد وحط في الدرج، المفروض تعلم بيه الانديه، اعلم الانديه، اختر النادي الاهلي، لازم تختر النادي الاهلي بيه. دلوقتي احنا بنعترض، من حق النادي الاهلي ومن حق جمهوره ومن حق ادارته وجهازه الفني كمان انه يعترض، حقي اعترض. لما يجي تحط النهائي في دولة لتاني مرة على التوالي، ما ده يعني ده مسخرة ومهزلة. معرفش النادي الأهلي بالنسبة لكم، يعني أنا مش فاهم، هي عشان منظومة ناجحة أو منظومة ماشية أو التركيبة معاكم مش ماشية تمام، في حاجة غلط، في حاجة غلط. بس ليه هنلوم على الاتحاد الافريقي الكاف؟ لا، نلوم على الاتحاد بتاعنا احنا. احنا نلوم على نفسنا. واحد زي وليد عطار دوت بصفة ايه يتحكم؟ بصفة ايه يتحكم؟ يعني انا بصراحة انا مش فاهم، انت متساب يعني بحركة زي دي؟ انت من النهاردة، من دلوقتي، من ساعة ما تعرف الخبر، انت المفروض تمشي. انت والاتحاد الفاشل بتاعك والفاسد، الاتحاد اللي ملوش لازمه، لا انت عارف تنصف منتخب بلدك ولا فرق بلدك ولا واقف معاها، انت ما وقفتش معاها في اي شيء خالص. لا، ده انا اقف جنب فريق بلدي وادعمه وانصفه، انما بالطريقه دي لا، عمرنا ما هنتغير. احنا شايفين الاتحاد الافريقي كله فاسد، عمرنا ما هنتقدم خطوه لقدام ابدا. شفنا الاتحادات الاوروبيه من قبل البطوله ما بتبدا بان الناس والعالم كله معروف فين مكان ماتش النهائي ما هيتلعب في اي دوله في العالم، انما ده جاي لي قبل الماتش النهائي بماتش تقولي لا، ده انا هسند المباراه النهائيه للوداد. السنغال اتسحبت خلاص، ماشي، طلعت السنغال، ملناش فيها السنغال اصلا، ملناش فيها السنغال. وليه مصر ليه مصر ما تاخدش النهائي عندها؟ ما ناخدش النهائي عندنا ليه؟ عشان خاطر وليد عطار. انتوا ما بتحسوش؟ كان جمال علام ولا وليد عطار ولا العالم
الفاس ده كلها المنظومة على بعض، عامر حسين وكل كل الناس دي انتوا ما بتحسوش، ما بتغروش، ما فيش نخوة، ما فيش رجولة، ما فيش احساس بالمسؤولية. ده الفريق الوحيد في مصر، الفريق الوحيد في مصر يمكن هو اللي مدخل الفرحة في بيوت الناس كلها وقلوب الناس كلها. الغل والحقد جواكوا مالوا قلوبكوا تجاه النادي الاهلي. طيب هات لي قدم لي فريق تاني ينافس النادي الاهلي، وما تقوليش الزمالك، ما تقوليش الزمالك. الزمالك حصلت المجموعه، شفنا حصلت المجموعه، ما حصلش طول عمره حصلت المجموعه، عمال تساند وتدعم فيه. باب اولى شوف الفريق اللي واصل معاك وشوف الدنيا ماشيه معاك ازاي، اقفوا ودعموا. احنا شفنا الجمهور بتاع يعني جمهور الاهلي يومين ترند عالمي، ترند عالمي معدي المليون، فساد الاتحاد الافريقي. طبعا لا حياه لمانتو نادي، خلاص هو الاتحاد الافريقي خلاص حط الاهلي في دماغه، حط الاهلي في دماغه. احنا عندنا ماتش ان شاء الله بعد بكره مع فاكو سطيف، ربنا يوفق باذن الله النادي الاهلي والجهاز واللعيبه، ويكون على قد المسؤوليه، والاهلي قدها ان شاء الله، الاهلي قدها. هيعدي الماتش الوفاق وهنقابل ان شاء الله الوداد، سواء كان في الوداد في اي مكان في العالم، وهندعم الفريق. كسبنا خسرنا هنقف ورا الفريق وهندعمه، بس مش هنسيب حق الاهلي، مش هنسيب حق الاهلي ابدا، لان الاتحاد دوت لازم الاتحاد ده يتحاسب. انت حضرت الاتحاد ايه؟ ده انت وزير شباب ورياضه زملكاوي، جمال علام ماشي بخطه هنا ابو ريده ومحركه وزقه معاه في ايه يا عم؟ وليد عطار ده انا مش فاهم. لازم المنظومه كلها تتغير، تتعمل ثوره كبيره، ثوره كبيره تتعمل في تغيير الكره. لازم الكره في مصر تتغير، لازم. ونسيبنا من التسييس والمحسوبيه وشغل الالاباندا وشغل الثلاث ورقات اللي ماشي في الاتحاد ده، من ساعه ما جه ما شفناش حاجه عدله، والله ما شفنا حاجه عدله بامانه. ايه اللي شفناه؟ شفنا خروج من كاس العالم، الفرق الافريقيه كلها عماله تحط على الفرق المصريه، خروج الزمالك والمصري وبيراميدز، هو الاهلي اللي فاضل، الاهلي اللي فاضل نقف جنبه وندعمه، ما نجيش عليه، ما نجيش عليه. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى النهارده قبل بكره يخلصنا من المنظومه الفاشله والفاسده اللي موجوده داخل الاتحاد المصري قبل الافريقي، قبل الافريقي. وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الماتش اللي جاي، يعني خلاص كلها ساعات، يعني ان شاء الله بعد بكره باذن الله تعالى ان شاء الله الاهلي يفرح المصريين، وباذن الله نعدي الخطوه دي، وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم. ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم.